ناي الطابقين اللي قدامك شايفه هديك، وراها هيك مبين مثل ظهريه حمراء بين الثرو، هديك فيلا، هذاك المقر الرئيسي تبعهم. البناية هذيك البيضة، الفيلا البيضة شبابيكة حمر، كمان مقر. بعدها بيجيك مفرق السد، هون حاجز كبير إلهم. بعدها هيك تجيك هاي الضيعة السيد علي، كمان موجودين فيها. وبعدها بيجيك تل مالد، كمان موجودين فيها، ويمكن حاطين فوق التل طلع عاملين ساتر، أكيد حاطين مثبتين شي. وقت بيصير شي بيجوا بالسيارة، بيطلعوا بيشتغلوا شغلهم وبيرجعوا بيه. انا وقت العب اروح، وقت رحت اقول يا شباب حدا